بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يمكن القول إن فلسفة البحث في مجزوء الفكر الإسلامي المعاصر المخصص للفصل السادس مسار العقيدة والفكر شعبة الدراسات الإسلامية تقوم على مقصدين. المقصد الأول هو الانخراط الفعلي في الحركة الفكرية للمجتمع والأمة بتناول قضايا فكرية معاصرة بالدرس والبحث. المقصد الثاني هو تأهيل الطالب الباحث لمعالجة هذه القضايا وفق منهج وسطي معتدل مستمد من روح شريعة الإسلام. ومن ثم فإن مباحث هذا المجزوء سيتم معالجتها إن شاء الله وفق تلك الفلسفة. واليوم سنتحدث عن محور له أهميته في الساحة الفكرية المعاصرة، ونريد به آلية التواصل مع الآخر كما أسست لها الأصول الإسلامية وكما جاءت في حضارتنا العربية. ونريد بعنوان هذا المحور هو الحوار الحضاري. فالحوار في ثقافة العرب مداره على المراجعة والرجوع والمجادلة والاستنطاق، ومن ثم يمكن أن نصوغ للحوار ضوابط معينة أهمها. أولاً، أن الحوار هو ما كان كلاماً ومخاطبةً، أي ما كان باللسان بخاصة. ثانياً، أن الحوار هو ما كان بين اثنين أو أكثر، أما ما يكون من الشخص الواحد مما يدور بخلده فلا يسمى حواراً وإنما يسمى حديث النفس. ثالثاً، أن الحوار هو طريقة في الكلام الغرض منها تحقيق عملية التواصل بين المتحاورين. قال ابن دريد: حاورت فلانا محاورة وحوارا، إذا كلمك فأجبته. رابعا، أن الحوار عملية يراد بها استدراج الآخر وإشراكه في المحاورة. قال ابن منظور: واستحاره، أي استنطقه. خامسا، أن الحوار هو غاية ومقصد، هو تحقيق الرجوع والتحول، وبهذا يختلف عن الجدل الذي قد يكون الغرض منه مجرد الإفحاب وتحقيق الغلبة على الخصم. سادساً، أن الحوار هو ما حقق التجاوب بين الأطراف المتحاورة. قال الزبيدي: والمحاورة المجاوبة. سابعاً، أن الحوار هو ما حقق مراجعة الكلام بين الأطراف المتحاورة. قال الزبيدي: وتحاوروا تراجعوا الكلام بينهم. وانطلاقا من ضوابط الحوار السالفة الذكر، يمكن أن نصوغ قواعد يقوم عليها هذا الحوار. وبعد إذن قواعد الحوار. أول قاعدة للحوار في حضارتنا العربية الإسلامية هي قاعدة الاعتراف بالآخر، لأن الحوار ما كان بين طرفين أو أكثر، وهو ما يقتضي التنوع والحق في الاختلاف. ثانياً، قاعدة الاختلاف مع الآخر، لأن الحوار غايته هو تحقيق الرجوع والتحول من الطرف المختلف معه متى أمكن ذلك. ثالثاً، قاعدة التواصل، لأن الحوار هو كلام واستماع ومراجعة ومرادات. رابعاً، قاعدة احترام الآخر، لأن الغرض من الحوار هو المعرفة والبسط وليس الإقصاء والغلبة. قال ابن منظور وابن فارس: المحاورة مراجعة النطق والكلام. خامساً، قاعدة عدم الإلزام والإكراه. قال الزبيدي: وتحاوروا تراجعوا الكلام بينهم. وقال الراغب: وكلمته فما رجع إلي حوارا. سادسا، قاعدة نبذ العنف المادي والمعنوي، لأن الحوار كلام ومخاطبة ومراجعة للخروج من الأزمة. ومعلوم أن التزام هذه الآليات للتواصل مع الآخر مع استحضار الهدف من الحوار الذي هو التوصل إلى الحل وتجنب العنف والانزلاق نحو ممارسات شاذة عنيفة. سابعاً، قاعدة
نبذ العنف المذهبي والتطرف الفكري، لأن فتح الحوار مع الآخر أساسه الثقة بالحق الذي معك مع ترك هامش للخطأ، وبالخطأ الذي مع الآخر مع احتمال الصواب عنده. بعد هذا سنتحدث إن شاء الله عن عناصر الحوار وشروطه. لقد ذكر مصطلح الحوار في القرآن الكريم في ثلاثة مقامات مختلفة، جاء مرتين في سورة الكهف في معرض حديثه سبحانه وتعالى عن صاحب الجنتين في حواره مع صاحبه، حيث قال تعالى في المقام الأول: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال في المقام الثاني: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أما الموضع الثالث الذي استعمل فيه كلمة حوار في القرآن الكريم ففي سورة المجادلة في قصة خولة بنت ثعلبة التي أتت تشتكي زوجها أوسا بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن كان كما تتبعنا فإن مصطلح الحوار في الحضارة العربية قد كشف لنا ما لهذا المصطلح في بعده الدلالي من ضوابط وما تفرع عنه من قواعد. يبقى الغرض هنا هو الكشف عن موقع الحوار في النص الديني للمسلمين وما يقتضيه الحوار من العناصر تتحقق بها عملية التحاور. وهكذا يمكن أن نسجل أن الحوار في القرآن الكريم يقوم على هذه العناصر الأساسية. العنصر الأول: وجود الأطراف المتحاورة. وجود الأطراف المتحاورة حقيقة، وهذه الأطراف قد مثلها المتحاوران في سورة الكهف كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم وخولة في سورة المجادلة. وعن هذا العنصر الأول تنبني أمور منها: أولاً أن الأطراف المتحاورة قد تكون على اختلاف تام في المبادئ والتصورات، وقد تكون على اتفاق تام يجمع بينها وحدة المعتقد والمبدأ. والمثال الأول حيث الاختلاف في العقيدة هو النموذج في سورة الكهف الذي عليه العلماء التفسير أن الحوار كان بين إخوة يجمع بينهما رحم الدم ويفرق بينهما اختلاف المعتقد، حيث كان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا. فقوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين، قال الرازي: أي مثل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين كان أخوين في بني إسرائيل، أحدهما كافر اسمه بارطوس والآخر مؤمن اسمه يهوذا. أما مثال الأطراف المتحدة في العقيدة والمبدأ فقد بث له النموذج في سورة المجادلة، حيث دار الحوار بين إمام المتقين والمؤمنين بهذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خولة بنت ثعلبة المرأة التي آمنت به وصدقته. ثانياً أن الحوار قد يكون بين طرفين متحدين في الجنس كما هو الشأن بالنسبة للإخوة في سورة الكهف، حيث دار الحوار بين ذكر وذكر، وهو جائز أيضاً بين طرفين مختلفين في الجنس كما وضحه النموذج في سورة المجادلة، حيث دار الحوار بين شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكر وبين خولة وهي أنثى. ثالثاً الإقرار بحرية المعتقد كما وضحه علماء التفسير بالنسبة للإخوة في سورة الكهف، حيث كان كل واحد منهما حراً في اختيار معتقده، وقد قال تعالى: لا إكراه في الدين، وقال أيضاً: لست عليهم بمسيطر، وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا الحسين الأنصاري كان له ابنان قد تنصرا قبل الهجرة ولحقا بالشام، ثم عاد إلى المدينة فلزماها،
وأراد والدهما إجبارهما على الإسلام، فأتيا ثم احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكرههما على الإسلام. وقد قال والدهما: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا إكراه في الدين، فخلى سبيلهما. رابعاً، الإقرار بالحق في الاختلاف والتنوع، وهو الحال الذي مثله النموذج في سورة الكهف، وقد قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. خامساً، الدعوة في الانفتاح والتواصل على الآخر. قال تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعد هذا سنتحدث عن العنصر الثاني للحوار الحضاري، ونريد به تحديد موضوع الحوار. تحديد موضوع الحوار والإحاطة بدقائقه قصد إثباته أو نفيه عنصر أساسي لتحقيق عملية التحاور والدفع بها إلى الأمام، ذلك لأن الجهل بموضوع الحوار وعدم الإلمام بتفاصيله قد يحول الحوار إلى عمل عقيم، بل قد ويحول الموقف كله إلى سب وشتم ومزايدات كلامية لا فائدة من ورائها. وهكذا نلاحظ كيف أن المحاورة في صورة المجادلة كانت على علم تام بتفاصيل الموضوع، إذ كانت تتدخل بقوة وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أجوبته موضحة ما استقر في ذهنها مما يتعلق بالمسألة، كتأكيدها على أن الزوج لم يتلفظ بالطلاق، وعليه فإن الظهار قد لا يعني طلاقاً، وتأكيدها عما يجمعها بهذا الزوج من محبة ومن رغبة في الاستمرار مع هذا الزوج، ثم التنبيه على عدم قدرتها على تحمل مسؤولية الأبناء في حالة غياب والدهم، حيث قالت: إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. لذلك عاب سبحانه وتعالى عمن يجادل فيما لا له علم بموضوع الحوار، قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإلمام بموضوع الحوار وتفاصيله يسهل عملية الحوار ويطورها كثيرا. العنصر الثالث من عناصر الحوار الحضاري هو تحديد مكان الحوار. مراعاة مقام الحوار عنصر هام لإنجاح عملية المحاورة، وسند ذلك أن المحاورة في المقامين السابقين من القرآن الكريم قد دارت في مقامين يخيم عليهما كثير من الوقار والجدية والهدوء. فعن عائشة رضي الله عنها حين نزلت سورة المجادلة أنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني في ناحية البيت لا أعرف ما تقول، أي أنها لا تعرف ما تقول خولة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تأكيد على ضرورة تهيئ المكان المناسب لإجراء عملية الحوار. العنصر الرابع هو الاستعداد النفسي والتهيئ الذهني للحوار. قال تعالى واصفاً وضع أحد الأطراف المتحاورة في سورة الكهف: وهو ظالم لنفسه. إذن فهي دعوة صريحة إلى ما ينبغي أن يتحلى به المتحاور من ضبط النفس والبعد عن الانفعالات والتوترات النفسية أثناء عملية الحوار. وهي دعوة أيضاً إلى ما يجب أن يتحلى به الأطراف المتحاورة من اتزان وابتعاد عن ردود الأفعال واستجابة للاستفزازات العارضة. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فهكذا نلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قابل موقف الاستفزاز بهدوء واتزان، لأن الأمر لا يتعلق بشخصه الكريم وإنما يتعلق بأمر الرسالة. بعد هذا إن شاء الله سنصل عند شروط الحوار. الشرط الأول هو توفر أسلوب
الحوار لتحقيق عملية الحوار الناجح بتهيئ الأسلوب المناسب لها. هذا الأسلوب الذي قد يتنوع ويختلف بحسب المقامات، ومن بين الأساليب التي نحتاج إليها أثناء إدارة الحوار نذكر: أولاً، أسلوب الموعظة والدعوة بالتي هي أحسن، وتوجيه الخطاب لتليين القلب وترقيق الفؤاد. قال تعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره، والمعنى أن المسلم كان يحاور بالوعظ والدعاء. فالتعبير بكلمة الصاحب عن الطرف المخالف فيه دلالة على مدى الرفق واللين والتودد الذي دارت به عملية الحوار في الموقف السابق. ثانياً، أسلوب الطريقة العقلية التحليلية باعتماد الدليل العقلي والبرهنة والاستدلال على حقائق تكسب اليقين وتنفي الشك والتردد. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فتذكير الإنسان بحقارة أصله التراب والنطفة، وبسنن الله في خلقه وقدرته المطلقة على إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، حري أن يجلي الغشاوة عن الأبصار ويهدي العقول الحائرة المترددة إلى طريق الهدى والصواب. وثالثاً، اعتماد المراجعة في الكلام وتقليب المسألة من كل وجوهها للاهتداء إلى ما تطمئن إليه النفس ويثق به العقل، إذ الهدف من الحوار هو الخروج من الأزمة. ففي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، أي قال لخولة: حرمتي عليه. فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي. فبينما هي كذلك إذ تريد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى زوجها وقال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: الشيطان. قال وهب الزحيلي: والمجادلة هنا بمعنى التحاور، وهي المراجعة في الكلام. وهكذا نلاحظ كيف أن خولة والنبي صلى الله عليه وسلم تتبع الأمر من كل وجوهه، وكل طرف منهما يحاول أن يقدم الجوانب التي يؤمن بها ويدافع عنها. ومن مقتضيات أسلوب الحوار الناجح الفعال أيضاً ألف الهدوء والاتزان. قال تعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره. فنعت الخصم بالصاحب رغم الاختلاف العقدي الصارخ تعبر عن درجة الهدوء والحلم التي تمت بها المحاورة. باء تجنب أسلوب الهجوم والاستفزاز والمزايدات الكلامية العقيمة، فلا بد من الكلمة الطيبة في مقابل الكلمة العنيفة، واللين في مقابل الشدة. جيم اعتماد الموضوعية والتجرد وترك التعصب للباطل والهوى. دال البدء بمواطن التلاقي والمشترك الذي يجمع بين المتحاورين، وتأجيل الكلام في المختلف فيه كخطة مرحلية للوصول إلى عقول الناس وقلوبهم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هاء معرفة طبيعة المتحاور ومدى حرصه على الوصول إلى الحق والتزامه به. قال تعالى: فلا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. إذن بعد هذا إن شاء الله سنتحدث عن أهداف الحوار. فإذا كان الحوار الحضاري هو منهج الأنبياء للتواصل مع أقوامهم ووسيلتهم للانفتاح عليهم، فإنما ذلك أساساً لما للحوار من أهداف سامية ومقاصد نبيلة. منها: أولاً، تصحيح المبادئ والمعتقدات والدعوة إلى طريق الحق بالتصدي لكل الانحرافات التصورية المنظمة لعلاقة الإنسان بخالقه
والمحددة للغاية من وجوده في الدنيا ولمصيره في الآخرة. ولهذا كانت فصول المحاورة بين الأنبياء صلوات الله عليهم ومع أقوامهم تختتم بخطابهم أن اعبدوا الله واتقوه. ثانيا، الرغبة في الاهتداء إلى الحل والخروج من الأزمة، وافتتاح سورة المجادلة بقوله تعالى: قد، قال فيها النحات إن قد الداخل على الفعل الماضي لا بد فيها من معنى التوقع، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخوله كانا يتوقعان أن يسمع الله للمجادلة وللشكوى وينزل الحل في الأمر. ثالثا، الإرشاد والتوجيه إلى اختيار الأحسن الذي قد يكون به الفوز والنجاح في الحال والمآل. قال تعالى: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رابعا، التنبيه على الخطأ والدعوة إلى تصحيح الأمر. قال تعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. خامسا، التذكير بالحقائق التي قد تغيب عن الذهن. قال تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فالغرض من الحوار هو جعل الآخر يتحرك معك في نفس الخط ويتحد معك في الموقف من خلال عرض البرهان والدليل، وليس تحقيق الفوز والغلبة والانتصار. سادسا، جعل الحوار آلية أساسية في إدارة الخلاف في القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية، ونبذ ما سواه من أساليب العنف والإقصاء والهجوم. سابعا، جعل الحوار الآلية الأصيلة للتواصل بين الأجناس البشرية، حيث تحترم الآراء وتناقش. أما ما سوى ذلك فهو استثناء ودخيل على العقل الذي يحترم نفسه ويقدر الآخر. ثامنا، تحقيق التواصل بين العناصر الجنس البشري، وذلك بالاعتراف بالاختلاف والتنوع، وهو آية من آياته سبحانه وتعالى وسنة من سننه في خلقه. فالحوار هو الخط الرابط والجسر الواصل بين الجسر البشرية. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالحوار إذن هو الضامن لتحقيق آيات الاختلاف وتثبيت عنصر المواطنة عندما تختلف عقائد أهل البلد الواحد، على اعتبار أن أمر الاختلاف في العقائد بعد الدعوة وإقامة الحجة موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تاسعا، نبذ العنف حيث يتحول أفراد المجتمع الواحد إلى متحاورين مستمعين لبعضهم بعضا، لا إلى متقاتلين متحاربين فيما بينهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والحسن والأحسن هو أن يتحول العدو إلى ولي ناصر لك، وبذلك تنتهي كل أساليب العنف داخل المجتمعات. عاشرا، توضيح الرؤى والتصورات للتقريب بين الأفكار والآراء على أمل إيجاد قاعدة مشتركة تجمع بين المتحاورين، أو على الأقل تقرب بينهم. 11، وقاية المجتمعات من السلوكيات البغيضة كالتصرف والتعصب ما دام ضابط التواصل مع الآخر هو الحوار. 12،
تحقيق التكامل بين الأجناس البشرية بالاعتراف بسنة الاختلاف والتنوع بين الملل والأديان والمذاهب والانتباءات. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال أيضا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. 13. خلق التوازن داخل المجتمعات الإنسانية. 14. إيجاد حل للمشكل ومخرج للأزمة. وبعد هذا إن شاء الله سنتحدث عن الشرط الثالث، وهو التأسيس لثقافة الحوار، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المنهجية، منها أولاً التربية والتعليم. إن التدريب على ثقافة الحوار والحرص على اكتسابها بالعلم والتعلم هي أحد الخطوات المهمة للتمكين لثقافة الحوار بين الأجيال. ثانياً اكتساب الخلق الكريم، ومن ذلك ما ينبغي أن يكون عليه المحاور من الصفح والعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. باء الالتزام بالعدالة والإنصاف، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. جيم الصبر والحلم في موقف الاختلاف. ثالثاً الاستعداد النفسي لتقبل نتائج الحوار ما دام الحوار رحلة لإحقاق الحق ودحض الباطل. رابعاً الاستعداد الذهني للتخلي عن الأفكار الخاطئة التي أعدت سلفاً متى اتضح فسادها، وعدم اعتبار ذلك انهزاماً ولا تنازلاً. خامساً إعادة الاعتبار لثقافة الحوار كما أسست لها الأصول الإسلامية، فالإسلام يقوم على الحوار لا الصراع، ويقدم السلم على الحرب. وكلمة صراع لم ترد في القرآن الكريم على الإطلاق، والذي جاء بدلاً عنها هي كلمة ادفع ودفاع. وأخيراً يمكن القول إنه إذا جاز لنا أن نختزل الأديان بعامة والإسلام بخاصة في قيمة واحدة، إنما كانت تلك القيمة هي قيمة الحوار، حيث يلاحظ كيف إنه سبحانه وتعالى وهو خالق الكون الذي لا يسأل عما يفعل قد حاور جميع مخلوقاته من جن وإنس وملك وجماد، حاورهم في الدنيا وسيحاورهم سبحانه وتعالى في الآخرة. كما أن الأنبياء صلوات الله عليهم قد بعثوا بالحوار، وهم أول من فتح فصول الحوار لتعليم أقوامهم منطق الحوار، فحاوروا المشركين والملحدين والمنكرين للمعاد والمنكرين للنبوة، كما حاوروا أهل الكتاب، وقبل هذا وذاك حاوروا المؤمنين المصدقين برسائلهم. وعليه فإن ثقافة الحوار هي الأصل في الإسلام، أما ثقافة الصراع فهي دخيلة عن النسق الفكري الإسلامي. لذلك نجد العقل المسلم يستهجن ويرفض المحاور المراحل التاريخية التي صودر فيها الحوار، ويعتبر هذه المراحل من محنه الشديدة عليه. فالإسلام دين دعوة وحوار، والإنسان المسلم فاتح لقلوب الناس، هاد لعقولهم إلى الدين الحق، والحوار المسؤول هو أساس كل ذلك. فلا غرابة بعد ذلك أن نجد الثقافة الغربية هي التي تروج لثقافة الصراع الوريث الشرعي، لثقافة القمع ومحاكم التفتيش والسؤال عن النيات.